القصة انت كيفاش جيت للمغرب هي انني جيت يعني بطريقة غير شرعية، ومن بعد تقدمت للسلطات المعنية وسلمت راسي. انا دخلت يعني هنا المغرب كما قلت لك، دخلت يعني باش نبقى هنا في المغرب. نكذب عليك، المغرب راه معروف عالميا، فهمت؟ المغرب راه معروف عالم، اي واحد كما قلت لك تجي لهنايا ما تحس كما نقولوا بالطمأنينة يعني الامان. في كي شاهدت المباراة تاع المنتخب المغربي يعني الحمد لله يا ربي. نوجه لهم تحية كبيرة كبيرة للاعبي المغاربة باسكو شرفوا العرب. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. معك هواري ياسين محمد عادل من مواليد 1998 15 نوفمبر، صديق بمغنية ولاية تلمسان بالجزائر. عودنا ياسين، القصة ديالك كيفاش جيت للمغرب؟ كيفاش جيت؟ كيفاش كانت المغرب؟ قصة انت كيفاش جيت للمغرب هي انني جيت يعني بطريقة غير شرعية، ومن بعد تقدمت للسلطات المعنية وسلمت راسي. كيفاه يعني رايح ندير طالب لجوء؟ باسكو راني داير لجوء هنا في المغرب، والفكرة يعني جاتني بعد الفكرة يعني كي جاتني كيفاه نجي للمغرب. يعني كي كنت في الجزائر صراو لي بعض المشاكل في الجزائر وكاع مع الأسلاك الأمنية وكاع في ولاية تلمسان، يعني بلدية مغنية ونسكن أنا إكزاكت تصدر تابعة لولاية تلمسان والعدالة بعد الظلم وكاع يعني. ومن بعد كنت عندي يعني تجربة هنا في المغرب، كنت جيت المملكة المغربية يعني 4 فوا 14 مرات في سنوات يعني سابقة، ولكن في المرات القديمة اللي مرات عفوا في المرات السابقة اللي كنت جيت فيها كنت يعني نبحث عن التوجه إلى أوروبا من خلال بوابة يعني مليليا وبوابة سبتة، ولكن ربي ما كتبش ويعني تشديت وقعدت وترحلت إلى الجزائر. تستدل على بها كانت كما نقولوا عندي تجربة وعارف يعني المغرب كيفاه، على بها يعني قررت ندخل المغرب وندير اللجوء هنا ونستقر هنا في المغرب ونكمل حياتي هنا. اه تعذبت بزاف بزاف باسكو ماشي سهله يعني باش غتجي الى المغرب وانت عارف بان كل النوافذ يعني مسدوده. كي نقول لك النوافذ يعني كل الطرق يعني مسدوده باش تدخل الى المغرب، ماهيش سهله، صعيبه بزاف بزاف. مي الحمد لله يا ربي كيما نقولوا واحد كيكون قلبه ابيض وكاع وقاصد كيما نقولوا غير خير. الحمد لله يا ربي، ربي كيما نقولوا تكلت على ربي وكاع قررت وخرجت في الليل، كنت وحدي خرجت الحمد لله وصلت وكاع. وكما قلت لك تقدمت يعني السلطات المعنية وكاع ومشيت للمفوضية تاع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومن بعد يعني تحقيق وتوقيع على يعني الأقوال تاعي وكاع سلمت وثيقة طالب لجوء. أول وثيقة سلمتها كانت بتاريخ يعني 4 شهر جانفي فيفري مارس، سلمتها بتاريخ 4 مارس 2021. ومن بعد الورقة يعني تقعد فيها كما نقولوا كل مرة سيموات تبدل الورقة تاعك، واليوم الحمد لله يا ربي الورقة هذه راها مبدلة باسكو كانت كملت وكاع والحمد لله يا ربي عاودت لها. الحمد لله. يعني انت اليوم في المغرب كيفاش كيتعاملوا معك المغاربة؟ كيفاش التعامل ديال المغاربة؟ كي تقول المغاربة يعني لا بوبيلاسيون هنا يعني الشعب المغربي، معاملة يعني من طرف الشعب المغربي سواء يعني ككل الشعب المغربي يتعامل مع أي كما نقول أي واحد يتعامل معك معاملة حسنة، ليس لأنك بالأول يعني جزائري يعني باسكو أنا الناس وقفوا معايا بزاف بزاف وعاونوني بزاف بزاف والحمد لله يا ربي. وكما نقولوا كاع الناس اللي وقفوا معايا وكاع قالوا لي احنا بالاول يعني تعاوننا معاك ووقفنا معاك ماشي على اساس يعني انت جزائري، قال لي باسكو راك انت خونا وخونا مسلم، وقالوا اي واحد يعني يقصد المغرب مرحبا به، اي واحد يقصد المغرب في الخير مرحبا به، تقدر عليك الظروف مرحبا بك. الحمد لله يا ربي ما من الاسلاك الامنيه السلطات الامنيه ككل الحمد لله يا ربي، وخير دليل كما نقولوا يعني لا داعي للتطرق الى امر الشعب او الاسلاك الامنيه، وخير دليل يعني جلاله الملك محمد السادس الله ينصره ويطول في عمره
شحال من مرة قاعدين نشوفوه كيفاه يعني في المناسبات، وخاصة مناسبة عيد العرش، كيفاه يعني يرحبوا بالشعب الجزائري ويمد يد المساعدة للشعب الجزائري. استدير الشعب ما غاديش تلقى معاه مشكل، ومامت السلطة ما رايحش تلقى معاها مشكل. الشعب كل تعامل معايا معاملة حسنة، ليس لأنني كما نقولوا جزائري ولا، باسكو أي واحد، أنا نقولها لك، أي واحد هنايا يجي للمغرب رايحين يتعاملوا معك معاملة حسنة، سواء كنت جزائريا تونسيا ليبيا من أي دولة كنت، تجي للمغرب قاصدا للخير، تقدر درت عليك الظروف، ما واحد ما راش غادي كيما نقولوا يفوتك، ما كاينش اللي غادي يفوتك هنا في المغرب. وهذيك كيما نقولوا انا يدي هاد التجربه سي بون، انا تعلمت بان التجربه انا في المغرب تاكل تشرب ومامطو. انا راني في سنه قول عام لهنا، الحمد لله يا ربي ما نعرف حتى شي واحد لهنايا، انا كيما نقولوا ما مشيتش عند واحد، الاغلبيه اللي نتلاقاهم كيما نقولوا وقفوا معايا وكاع ما نعرفهم حتى شي حاجه، وقفوا معايا على اساس الدين والاسلام والاخوه والحمد لله يا ربي. شحال من مره كنكون في اي مدينه، كاين بزاف مدن اللي مشيت لها، يعني شحال من مره كنكون كيما نقولوا كنتمشى هكا كنتسارى في شي مدينه ولا شحال من واحد، باسكو شحال من واحد ولا كيما نقولوا كيعرفني بعض الخرجات يعني في المصيف في الصحافة عند الصحافه وكاع، شحال من واحد يقول لي كي دايره جزائري لاباس الحمد لله، يتعاملوا معايا معامله حسنه. وما نطو حتى يعني في كي شاهدت المباراه تاع المنتخب المغربي يعني الحمد لله يا ربي، نوجه لهم تحية كبيرة كبيرة للاعبي المغاربة باسكو شرفوا العرب شرفوا الكرة الافريقية. فرحت انا غنقاطعك، يعني ملي شاهدت المباريات كيفاش كان الاحساس ديالك وانت كتفرج في المنتخب المغربي؟ يعني شاهدت انا من النهار الاول كنت صرحت في واحد يعني في منابر صحفية كثيرة، وتمنينا ان شاء الله المنتخب المغربي التوفيق، والحمد لله يا ربي المنتخب المغربي توفق يعني، وشاهدنا جميع المباريات وخرجنا يعني من المباراة الاولى بالرغم من التعادل مع المنتخب الكرواتي، يعني خرجنا هنا في مدينة الدار البيضاء سواء في الرباط باسكو كنت مشيت للرباط واحتفلت يعني مع الجماهير بعد عودة اللاعبين، وخدينا الصور التذكارية وكاع مع حافلة وكاع، الحمد لله يا ربي. ونهار ربحت الكره كل مره تربح الكره هنا نخرجوا ونفرحوا ونحتفلوا، شعور كاخوه اخوه انسانيه اسلاميه، باسكو علاش المغرب مش كيما نقولوا واحد الدوله اللي هي دوله يعني اجنبيه غنيه، تعرف المغرب راه معروف عالميا، فهمت المغرب راه معروف عالمي، اي واحد كيما قلت لك تجي لهنايا غتحس كيما نقولوا بالطمانينه يعني الامان، كاش كيما نقولوا اللي غادي اديك هنا في المغرب ما غادي ما تاداش، هنا في المغرب ما تاداش خصوصيا الا كنت بالنسبه كاجنبي، اقسم بالله ما كانش لي اديك، ومامطو حتى كيما نقولوا الا كنت اجنبي وغادي تتعرض لشي حاجه والشعب غادي يوقف معاك، حتى البوبيلاسيون هنا اقسم بالله غير يوقفوا معاك بالبيان كاع. شوف قضيه يعني العمل باش كيما نقولوا على صوره واضحه بالنسبه يعني لواحد اجنبي، يعني بالنسبه للعمل كيما نقولوا قضيه الخدمه هنايا بالنسبه يعني لواحد اجنبي يعني واحد براني يعني ليس مغربي، يطلب لك يعني جواز سفر، يعني جواز سفر يكون عليه طابع يعني باللي داخل انت قانونيا، هذه هنا تقدر تخدم. حاجه ثانيه الا كنت كما نقولوا بطريقه غير ويطلبوا لك مع كارت سيجور، اما الا كنت كما نقولوا بالنسبه انت داخل المغرب يعني بطريقه غير شرعيه وعندك يعني وثيقه طالب لجوء هنا ايضا تطلب كارت سيجور، تطلب لك كارت سيجور الا بغيتي تدفع شي شركه ولا شي كيما نقولوا في صندر دابيل ولا تطلب لك عاود كارت سيجور، استادير رايح تخدم الاونوار فهمت، تخدم هنا اونوار تخدم كيما نقولوا في البني، تخدم مع اصحاب الكماين تسارجي ديسارجي، تخدم في المرصا تخدم في المارشي كريو فهمت، هاكا تخدم في الاسواق فهمت، تقدر من بعد تجمع شويه دراهم منها شويه دير التجاره دير شويه بشويه دير فراشيه وتسترزق على روحك وراك خدام بيرما ربي يحن عليك. هذه بالنسبه لواحد اجنبي يعني الى هذه الطريقه كما نقولوا اللي خصك ديرها حتى ربي يفرج عليك يعطيو كارت سيجور. درك انا خويا مره نخدم الحمد لله يا ربي، مره نمشي كما نقولوا للسوق نمشي للمرصا نمشي كما نقولوا صارجي دي صارجي الحمد لله يا ربي، مره نخدم الحمد لله، يعني دركا كما نقولوا الامور يعني تسير على ما يرام فهمت، واحد كما نقولوا راه مره يخدم، عندك باش تاكل عندك باش تشرب عندك باش تعيش وكاع الحمد لله يا ربي. انا دخلت يعني هنا المغرب كما قلت لك دخلت يعني باش نبقى هنا في المغرب نكذب عليك، يعني انا داخل هنا المغرب استدير باش غادي نبقى هنا في المغرب ونستقر هنا في المغرب صاي، ما رايحش نرجع للجزائر، الجزائر ما نرجع لهاش خلاص، رايح نبقى هنا في المغرب ونستقر هنا ونبني حياتي هنايا، وان شاء الله بربي الا قدر كما نقولوا وتسقدت الايام الواحد يتزوج يدير وليداته وهما اللي يعوضوك في كلش اللي ضاع لك. ايه واحد حاب يدير خدمه كما نقولوا الواحد حاب يخدم ما نكذبش عليك،
واحد يخدم ان شاء الله يدير كما نقولوا، نتمنى ان شاء الله بربي، واحد كما نقولوا نتمنى ان شاء الله بربي، ربي يوفقنا. درك راني نكذب عليك، قاعد ان شاء الله بربي نجمع شويه دراهم كما يقولوا هنا، نجمع شويه فلوس، الواحد كما نقولوا يدير فراشيه ويقيس ترزق بها ويعيش بها، باسكو الخدمه كما نقولوا اونوار ماهيش كل يوم، فهمت؟ مره تخدم مره لا، وهذه ماشي غير هنا في المغرب، ميم في الجزائر الخدمه اونوار ما رايحش تخدم كما نقولوا كل يوم، فهمت؟ خدمة أونوار ماشي غير في المغرب سواء أو لا في الجزائر ولا أي دولة، خدمة أونوار باينة على بها، يقولك أونوار يعني أنت غتخدم بالك غدوة ما تخدمش، بعد غدوة ما تخدم كيما هكا، استادير إلا خدمت اليوم بالك ثلاث أيام ما غادي تخدم، ما تخدمهاش تاكل هذوك الدراهم اللي، فهمت؟ هذه هي استادير الواحد كيما نقولوا إن شاء الله بربي يوفقنا، الناس كيما نقولوا بالك وحدينا يعرفونا ولا هذه يتعاونوا معانا كيما نقولوا في سبيل الله، هذه الواحد واش يقول يوقفوا معانا. واحد كيما نقولوا يدير بيعه وشريه تجاره يخدم بها ويستقر بها ويراهن مع خاوته، ما خصها حتى شي حاجه، باسكو علاش المغرب دابا كيما يقولوا ما بقاتش عليا واحد البلاد اللي غريبه ولا، فهمت؟ المغرب الحمد لله يا ربي، كيما نقولوا يكونك راجل، هذه هي كونك راجل غتعيش هنايا، زيكزاكي ما غاديش تعيش هنايا والله، ميم لو بوبيلاسيون يعني ميم الشعب ميم السلطه، غيكونك راجل تعيش هنا الحمد لله وبخير عليك وعلى الف خير.